البشاره يا جماعه الخير وصلنا للرياض. طبعا خوينا الى الحين زعلان. اسكت تكلم، حتى يوم وصلنا الرياض لا تكلمني، لا تكلمني خلاص، انا بقى كذا. لا بينام هنا وزهير بينام هنا. ها زهير كلهم يمين؟ ها؟ ما تبي نوم؟ ما يبغى؟ لا امشي اصلا. طيب يا جماعه كلام من زمان، خليني اروح اسال. ليش انت تجي الرياض؟ تسمعوني؟ قول لا يا الله، والله 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 قلت بالرياض عشان محطه بنزين ما ادري ايش. اسمع طيب اسمعني اسمعني، بقول لك بشرح. ضيعنا وقعدنا في الرياض، حطنا يم هنا. طب ما ادري ايش الحال. اسمعني، هي في ثلاث شقق تنتظرنا كالعاده صح ولا لا؟ طيب الثلاث شقق محجوزه، ما بقت الا ذي. طيب شوف لي شقه ثانيه الحين، وقت متاخر، اي برنامج ادخله ما فيه اليوم كله. شو الحل يعني؟ الحل ننام هنا. يلا اليوم كذا ننام هنا ولا بنام هنا؟ والله اني انا زهير، انت نوم هنا، انا نوم هنا، هو نوم هنا. تكفى. انت لا تكفى. انت لا. ليه طيب؟ انت يبغى هو نوم هنا؟ لا مين نوم هنا؟ والله مرتاح والله. حبيبي في سرير، هذا سرير نقال، هذا زي سليب باك. تعال نفسي. انا ضبطه، جيب لي فطور، ما لي داخل. بجيب لك فطور الحين ما لي داخل. ما شاء الله، شوفوا زهير ضبط السرير، وشوفوا هذا بعد ضبط السرير، مضبطكم مراتب. ايش تبي احلى؟ خلاص طيب، خلاص طيب، ادخل معي. طيب زي ما قلت خلنا نمشي اليوم، نفتك يا شيخ. لا هنا مصير مريح الحين. اسمع الحين اشغلكم نتفليكس، نتابع. ما ابي الحين، جيب فطور. انا ما ابي. طيب ايش دخل الفيلم في الفطور؟ انا الحين مستحمل، بشغل فيلم. استوعب انا الحين مستحمل، الله يرحم والديك. مستحمل، جيب لي فطور، خليني اروق وسوي اللي تبي. لا واقعد لا يا شيخ، لا 100 يوم هاي. طيب يلا تصبح على خير حبيبي، يلا لسريك سريك، لا اشوفك جالس على سرير. يلا جيب لي فطور. بجيب لك الحين، تطلب لي من ما. طيب انا بطلب. يلا اطلب، بطلب. يلا قفلها، خلاص روح سريرك، راح. لا تقفلها معي، لا ابغى اقفلها. خليني اسمع عناد، انا هنا. والله عناد، والله من تكون انت؟ ايوه من تكون. اكلمك جد ترى، مو مزح. دستور. والله انا نام هنا، تسوي راح تسوي اللي سوي. والله انا نام. ما عليكم، خوفته يروح ينام هناك. يلا تصبح على خير. ها اصبر، الشاحن حقي نسيته، انا عندي شاحن. خذ الله خذ خذ خذ. ايش تبي؟ تايب سي؟ هذا اللي في يدك. خلاص راح راح، اصبر اشوف مكان هناك. راح راح راح، ترى بنام هنا. خلاص راح. ايش فيك؟ ايش فيك؟ صوتك اعتلى. ايوه اعتلى، وقت النوم غير. انا بس خلينا نبرح سلي. والله كلمك جد، والله كلمك جد ترى. والله العظيم. طيب الشاحن ما تبي؟ ابي مشاحن انا، يلا بي توصيل انا. دستور ترى قفله معي، يعني هنا بنقعد مستحملين. خليني انام احسن لك. الساعة 4:30 والله بتصحي الناس، تكفى لا تصحي الجيران. اسكت اسكت. الشاحن يا اخي ليش؟ خذ خلنا نسى الشاحن يا شيخ. خذها خذها، ما ابي ذا، ابي شاحني انا. خذها 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 خذ. بتكلم بجد زهير، مين هذا نفر سوق كل طريق؟ انا صح؟ من اللي كان يسوق طول الطريق؟ دستور انت اللي سكت، بس الله يعطيك العافية. خلاص اسكت اسكت اسكت، يعني احنا كنا نحس. انت ليش روح رياض؟ انت ما بيوخ مع الام، ليش انت برياض؟ ليه انت؟ ها ها ها، ليش انت برياض؟ لا تعصبني، اصبر عليك الحين. كلام اسكت، كلام اسكت، كلام. ايش فيه ذا الدستور؟ انا اللي سكت، يعني انا اللي ارتاح. قاعد لي تقلب في التيك توك كنت وياه، اسمع مقاطع باكستانيه واسمع مقاطع كذي. خلني ارتاح اليوم، انبسط، بكره ان شاء الله وعدنا. طيب شنو طيب؟ فطور اجيب لك فطور. الحين تجيب فطور؟ اجيب لك فطور الحين، بس موافق تنام سريرك؟ ايش ايه انام سريرك هاي. توك مو موافق الحين تجيب لي فطور دستور؟ خليني اروق. خلاص اجيب لك الحين، اطلب لك الحين. يلا خلاص راح، بطلب لك. ماك دخل زعتر ولبنه وكذا؟ راح بيتزا. ها بيتزا؟ بيتزا الحين يبغى ننزل الحين. طلب لي فطور يا الله. طب خلاص راح غرفتك، راح السياره بالشاحن. اي شاحن ده ضايع قسم بالله، شاحنك في طلب. يلا تصبحون على خير، تصبحون على خير. فطور طيب يا طيب. يلا مع السلامة يا ابوي. نبي ظلام ترى، انا من الفضاء وانا يعني حتى فيلم ما نشوف. اي يبغى طفي اللمبة ذي يا ابوي. حتى فيلم ما اشوف. لا احب الا ظلام انا.
كذا النظام. يعني جيني مستحمل معك اليوم قلنا مع علي وسوي مين كذا. والله زوي والله زوي هو الفاهم شوف سوى فاهم ها؟ زين. اسمع أنت. خلاص يا أخي اسكت. والله بس طلب واحد ما بيني شيء. ايه اطلب لي فطور. فطور؟ ايوه ابد في الخدمه الحين. من وين اطلب لك؟ اي شيء اطلب لك. من تيك توك؟ تيك توك في طلع في اكل في تيك توك. جيب لي اي شيء. يا قلبي فطور يعني مش خيال. توك جالس هناك يا اخي فكني يا اخي. يا اخوي ما في توصيله. طيب يعني بتظل واقف كذا؟ ايش اسوي؟ ما في توصيله. بلقاك في الظلام واقف كذا؟ امك مرعب. ايش اسوي؟ ما في توصيله. طيب يا الله. والدبره معك؟ دبره ما عندي يعني. تبي مفتاح سياره تجيب فطور؟ اعطني. وين مفتاح السياره؟ زوير اعطي مفتاح السياره. خلاص روح. موجود. خلاص روح. يلا. طيب. ايش تبي؟ ها؟ ايش تبي؟ ما تعال قرب قرب تبي تساسرني قرب. ايش تبي يعني؟ ما فهم. ما عندي كاش والله. ما عندك كاش؟ ما عندي كاش. والله ما عندي كاش. الدبره. حتى السي سي بي معلق. ايش بيسوي لك؟ انا موجود عندي شغال. شغال عندي. طب انا مو شغال. ايش سوي لك؟ سويت تحديث. سويت والله شوفها. ترى اليوم قاعد لك قاعد فات. انا ماني دخل. والله سويت تهديف. جالس لك والله ما في. ها معلق تبره. طيب معلق ايش سوي انا؟ عندك راجحي؟ لا راجحي ما عندي. دقيقه خلنا اعطيك رقم حسابي. يا الله ذا النشبه. ايش فيك دستور؟ جاي مخاط يعني يعني ما فصلت عليك. خلني هذه يعني لازم تفصل علي. خلني افطر واسوي اللي تبي. يب. رح نام على بال يوصل الاكل. رح نام. يا ابوي ما راح انام يا ابوي. رح نام على بال يوصل الاكل. اخلص راح. متى بيوصل؟ بيوصل بيوصل ماك. بقومك لا تحاتي بقومك. نام يعني؟ اي طفي اللمبه وراح راح ارقد. يلا بصحيك. ها متى طيب؟ بصحيك الساعه بقى على الاقل ان شاء الله. بس انت ارقد ارقد. هذا وجهي صحيتك. يلا سلام. يلا هذا بيوصل. هذا الطلب باقي له شوي. يلا مع السلامة.